رمضان كريم أعزائي المشاهدين، تقبل الله منا ومنكم الصيام وضاعف لنا ولكم الأجر. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة أولى حلقات برنامج الفسحة الرمضانية. هذه الحلقة الليلة اللي نزور فيها بيت الفنانة المتألقة وفنانة كبيرة وعريقة في الفن الموريتاني الأصيل والمتطور ومدحة أيضا لرسول الله، اللي نقبضوكم فيها القبة لأن اللي نقيسوها وتشوفوها معنا. مشاهدينا الكرام، اللي يتصاحبوا معايا بضيفتي الليلة متوسمين بها طبعا خير في اولى حلقات برنامج الفسحة الرمضانية. اهلا بك معنا الفنانة الكبيرة منى. اهلا وسهلا بك انت منى الليلة. شكرا لك على قبول دعوتي الليلة. شكرا على واجب. اذا منى، اللي نسولك كيف كان اول رمضان لك؟ تجربتي في اول رمضان الصوم بالحقيقة كانت تضحك، اللي نضحكوا بعد كاع بها المشاهدين شوي، لان تجربة كانت ما هي قبال. كنت تقريبا نفطر تقريبا شوي سابق الناس، ياك من حق، لاني انا صمت صغيره ما زرت لا فرصيت راسي توفي على الصوم وعيت يجوني نهارات اللي انا افطر سابق الناس شوي، لا من نشوف الشمس عاد لي تطيح نجي انا توفى فاطر في كويزين مزرت الناس قاعد تتحضر للفطور. هذه ساركت حق الناس شاكه لاني صايمه وانا نسرق. هذا اول هاي درك، هي اول تجربه لي انا، ولين نعدل اي شيء نساعد به والدتي والله نتمنى لهم ذوقوا بقى عادي عندي حق الله. وتوفوا من فم الصال الحمد لله، تاقلمنا مع الصوم الحمد لله شكرا له. ايش هو الموقف الطريف اللي قط اجبرتي في نهار رمضان شهر رمضان قط خارج قد تنسيت خارج موقف طريف قط ما ننساه. قبل ديك الساعة أنا ورتي مات، تبقينا نعود إن شاء الله مهبطة في ديارنا ذي غير ياسر من الجهد، ما تبقينا نفترو حتى. وأنا كنت دائما في رمضان نعتمد فيه حتى على راسي، الشقة على راسي حتى نتعب راسي نهارات الأولين نتعب، ومهما كان عندي من العمال نتمل واحدة فيها اللي بدا تضيع وتوف ولنم ونعدل شوي هوك وشوي ما واكل وقع حد إلين نهار هاري فترت حتى كانوا فاطرين معي رواقش وعيطت لخويا اني معدل قدر من روايات زوينين وانه اخو عندي قارئ لي يجمعني معه ان شاء الله دار كترابه في امريكا وتوف انه يجيني معدلو كضو ينجل الحاقني دارقة في الدخان دارقة في الدخان في كويزين في حالة ما تقدر تتوقعيها وتوم شو قرض فيه قبض ذاك اللي عطيته يقال مش هو مكدر به اللي أنا فيه الحال اللي أنا شافني فيه ما تلوم طار للوكيل إلين جاء الوالدتي وقالها لها قامت علي وفقعت علي. مهم اللي مشى عني وجات والدتي بتلفنا لي تصكك علي أنا ما هو قالتني إني لأنا موت والله نحرق والله يخليك عيل والدين وتوف درديهم من الجهد تطرح حدا وبيا متى ندفقع نسيت إني قاع صايمة قلت لاني نتواليني رواية نشرب منها ونكر منها لين وقت الفطور حد ذكرت إني كنت صايمة وكنت مودي نوك إني ماني قاع أفعلش. أنا دائما إلينا نفطر اللي بشي خفيف ياك نعود كي زاد أي شيء خفيف نفطر به ولا ما نذقر بداية إلينا عقاب الوقت هذا أصلا طابع لي. أنا خالق شربين قال الحريرة زينة عندي حتى وقت الفطور عن هي من من من, من الروايات اللي وقت الفطور نشربهم الشربة اللي مفضلة عندي أنا. ما أنا بما ينهر حياتي صلا ما فيها زريق ما حذفتي لا ما نبقيه توصل ماني ما رسل تعرف بموريتانية ما تفتش قريب ماني طبيعي أنا ضريط هذا طلعي لأن زريق عنده مولي زريق راه والك عنده عقوبات على المرأة بالنسبة للمرأة بعد كاع
أولا عنده عقوبات على وزن المرأة والرشاقة والكرش. أنا أصلا نفيتي دائما رواية كاملة، أنا حسانة أنها ما هي معلومة ما هي صحية، ما نبقيها في طبيعتي أنا قاعد أصلا ما نبقي سرق رواية كاملة السكرية والله مزودة بالسكر، أنا ما يقال لي عليها حتى. مناقط حيتي حفل دولي في شهر رمضان؟ لا ما قط حيت حفل دولي، ولكن أنا رمضان عندي معها ذكريات خاصة لأني فوتت 3 سنوات هون، هي مقدمة برنامج مداح النبي. عندك ذيك التجربة مداح برنامج مديح النبوي الشريف، أنا كثير مقدمته وكان مشرفني حتى أني قدم ذاك البرنامج، استفدت منه ياسر من السيرة، واستفدت ياسر من هذه شريحة المداحة، وساهمت أمي الحمد لله في إظهار كثير من المداحة اللي عادوا نجوم ما شاء الله لك. وبهذه المناسبة وبركة الشهر إن شاء الله، غير عذرة إن شاء الله إسحاق والمختار كان هو مخرج برنامج، غير عذرة إن شاء الله، بركة جاء النبي المصطفى إن شاء الله، بركة رمضان الشهر إن شاء الله الكريم. أمين إن شاء الله. إذا منى قطع دائما في رمضان تفضلي المدح ولا الأغاني الأخرى إنتاجك الأخر خاط المدح؟ أنا قاع عندي حفلات بالدار ولا أنا قاع رمضان يضياق علي فيه الوقت حتى بالنسبة لي شهر عبادة، إذا فات منين تلحد يغني يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرنامجه يعني ذقيق يعني تعودي عندك فيه أي برنامج والله شيء يضياق عليك الوقت، لأن وقت للعبادة نحن تموات الديار ملي مطرح علينا عار عبء كبير، لأن نفطروا بياسر من الخرط، وأنا شخصيا طارحة على عار على راسي إني كارتسية مليانة الحمد لله من الناس اللي فاصلة يعني أي تلانة نوحل الله في إفطار جهد وقتي الحمد لله ماشي بها الحمد لله وتوف يعني نفرع وقت وقاتك على ياسر فيه الله ليرت جموعة والله نحس بمدح معدل والله بقيت أنا نعدل مدح لا شي بعد يعني المدح نبوي شريف ونشاطاتهم اللي قليلة قاع في شهر رمضان. شن هي الطقوس اللي خاصة بمنى تعدل في رمضان؟ أنا في رمضان اللي يعني نوعا طبعا تم لا باري صلياتي في وقت هذا تعدل فيه ونقرأ قرآن كل نهار وندخل في المطبخ نساعد عمال ونوجههم على ذاك شوف ذا اللي عدلوا طبعا نعودهم اللي أي رواية ما هم خبيرين فيها نعتالهم ونفتح الانترنت أي وجبة شفتها زينا عندي نطبقها تقصر علي الوقت زينا نبقون عربوا تمنياتك بهذا الشهر الكريم للمتابعين والمشاهدين للأمة الإسلامية كاملة. نتمنى لهم يا ربي ياسر من الأمن والازدهار والتمانوكت إن شاء الله وصوما مقبولا يا ربي والجميع المسلمين وجميع المشاهدين في أنحاء العالم العربي كامل والمسلمين، ومبارك لهم في هذا الشهر الكريم انه يعيدوا علي وعليهم ان شاء الله، ومسلمة على مشاهدين وجمهوري كامل وذاك العز اللي يقدروني به جزاهم الله خيرا، انا مولي يمكن لهم هم ياسر من الاحترام والعز ويجمعني معهم ان شاء الله في جميع الحفلات ان شاء الله الكبار قريبا ان شاء الله ان شاء الله. وعندنا سؤال هون نطرحه عليكم والله منى، المدرج بالايام عريان والله في التران والله شبعان بارك بعد شبعان متدرج بالأيام عريان يقال في رمضان عود شبعان. إذن الفنانة منى هذه الفقرة هدايا على وقع الترفيه، وهي عبارة عن هدايا نقدمهم للفنانين والضيوف نفسها شكرا عامة. شكرا جيد هدية من طرف الأمانة للنظرات، شكرا للأمانة للنظرات على هذه الهدية وشكرا لكم توم اللي من جديد. السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. له نقدم لكم هذه المدحات مناسبة هذا الشهر الفضيل. لولاه ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا يا قلم
ولا نجوم نجوم ولا لوح ولا يا قلم يا لاهين تبيدا بمجيا يا لاهين تبيدا بمجيا وجهك مجي زين وما سبولك انت نجيك على كرعيا وعدت نجيك على ما تحرسوا لنا يا هلانا وني والراس ويول وني وني والراس ويول لنا وني والراس ويول حد دور طفل من الأعراب حد دور طفل من الأعراب راعي لوذايا المصقول ولا ابني عبده لمن طالب محمد شفيع ورسول لنا يا لنا وني بالرسول الرسول 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 لنا يا لنا وني بالرسول وني 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 ألا يا رسول الله ألا يا رسول الله يا بهجة الورى يا بهجة الورى ويا طلعة الأكوان معنى ومورا ويا طلعة الأكوان معنى ومورا ويا رحمة الباري لسائر خلقه ويا خير موجود بدا وتسترا ويا مصطفى الرحمن بكل عالم ويا ظافرا بالحمد اسما ومصدرا ويا أحمد الهادي وإلى خير ملة ويا ظافرا بالحمد اسما ومظهرا ويا مصطفى الرحمن بكل عالم ويا ظافرا بالحمد اسما ومصدرا محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر بل هو ياقوتة والناس كالحجر بل هو ياقوتة والناس والناس كالحجر سلامك الجليل صلي يا مولانا بسلامك الجليل صلي يا مولانا على سيد التنزيل الرسول الجانا على سيد التنزيل الرسول الجانا الرسول الجانا الرسول الجانا الرسول الجانا محمد فاعل زين لفظ الصادق ومين محمد
محمد فعل وزين رفض وصادق ومين نطق كامل في الدين وحيا لمولانا نطق كامل في الدين وحيا لمولانا بسلامك الجليل صلي يا مولانا بسلامك الجليل صلي يا مولانا على سيد التنزيل الرسول الجانا على سيد التنزيل الرسول الجانا الرسول الجانا الرسول الجانا الرسول الجانا يا الرسول العظيم لفظ صادق ومين الرسول العظيم لفظ صادق ومين نطق كامل في الدين وحيا لمولانا نطق كامل في الدين وحيا لمولانا سلامك الجليل صلي يا مولانا بسلامك الجليل صلي يا مولانا على سيد التنزيل الرسول الجانا على سيد التنزيل الرسول الجانا الرسول الجانا الرسول الجانا الرسول الجانا الجانا. إذا منى شكرا لك على قبولك الدعوة اللي لنتينا تبارك الله ولا قلتي ما قلتي قالك المدينة. يعاوني بيك جزاك الحسن إن شاء الله. ورمضان إن شاء الله كريم عليك. علينا وعليكم إن شاء الله وأنا مولي مقدي أنا مولي راني شاكرة تلفزة موريتانية على شكرا لك على هاي الاستضافة وعلى أنك أنتي هي اللي تقدمي هذا البرنامج اللي راجية إن شاء الله المزيد من الازدهار إن شاء الله والنجاح. إن شاء الله شكرا لك. تستاهلي صراحة أنك تعودي برنامجك ناجح. يعاوني بيك. إذا مشاهدينا الكرام هنا وصلنا لختام هذه الحلقة إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد وحلقة جديدة دمتم في أمان الله.